السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم بغيت نقدم معكم هذا التورت، هذه فاني وبفواكه حمراء. هذه واحد طلبيه وصافي طلبها واحد الشخص الزوج ديالي، وقلت نشاركها معكم. هو خلق صوهي بفاني بوحدي تما داقت الفاني، وديك الشيء اللي عملت له هي فاني، وكيكه هي فاني، وكريمه هي فاني، وصافي وقلت نشاركها معكم. كنتمنى تعجبكم، هي سهله بزاف ماشي صعيبه، وكنتمنى تعجبكم وتاخذوا معايا الفيديو للاخر. عندي هنايا 700 غرام د الطحين الدقيق، 300 غرام د السكر، وعندي هنايا 8 بيضات، عندي هنايا فاني، وعندي هنايا 300 ميل د الزيت و 300 ميل د الحليب دافي، وعندي هنايا جوج مغارف كبارين د الخميره والخل، واحد جوج مغارف كبارين د الخل. هاد الخل مباشره غادي نعملوه مع ديك الحليب الدافي، وغادي نخليهم على جانب كنحتاجوهم وصافي. ومولدي كما كتشوفوا انا هاد القياس هذا عملته مدوبل، هذا يعني مولدي كما كتشوفوا كبير، الكيكه هاد تجي كبيره. سو اللي خصو يعمل الحجم صغير كيعمل النص ديالو. اول حاجه غادي نعملو في الخلاط كرابي، غادي نضربو ديك البيضات مع السكر، وغادي نخليهم يضربوا مع بعضيتهم حتى كيطلع ديك البيضات مزيان، حتى كيرجعوا بحال الكريمه كما كتشوفوا. البيضات طلعوا لنا دابا ديالنا مزيان، ودابا غادي نزيدوا الزيت بشويه بشويه. كما قلت لكم انا هذا القياس هذا عملته كبير لحسب مولدي كبير. اذا كنت غتعمل قياس صغير كتعمل نص القياس اللي عطيتكم. وكنضيفوا ديك الزيت بشتيتو بشتيتو حتى كيتسالى لنا مقدار الزيت. صافي دابا سالينا الزيت ديالنا، دابا غادي نزولو ديك الخليط ديالنا من الضرب الكهربائي. سمحوا لي غادي نعملو الفاني الاولاني نسيت فاني، ياس غنعملو فاني، وعادك غادي نزولها من الضرب الكهربائي. كيما كتشوفوا الخليط ديالنا دابا هنايا، كيما كتشوفوا هنايا ديك الحليب كيما تشوفوا بحال يتقطع كيجي بحال رايبي. صافي غادي نضيفوه مباشره، وغادي نضيفو ديك الخميره الحلويات وشويه د الملاح حتى هو ضيفتو كان عندي مع خميره الحلوى. والدقيق غادي نبقاو نضيفو بشتيتو بشتيتو، وهيدا بواحد سباتولا غادي نبقاو نخلطو من تحت لفوق بشتيتو صافي باش تيتخلطنا، وكنضيفو بالتدريج بشتيتو بشتيتو الدقيق ديالنا حتى كنساليو الكميه ديالنا كامله. صافي دابا ميان ساليو الكميه ديالنا، غادي نجيبو المولد ديالنا وغادي نعملوه مباشره في الفران 180 درجه. انا قالي في الفران هيداك واحد 45 دقيقه حتى كيطيب مزيان وكيتحمر، وكنخليوه تماما يبرد عاد كنقطعوه. دابا غادي نكوزو الكريمه ديالنا. انا عملت هنايا ديك الجبن فيلادلفيا، عملت جوج باكيات هذيك 250 غرام وجوج ساشيز د فاني، وغادي نزيد الكريمه. عملت 600 ميل د الكريمه، المهم والسكر حتى هو نسيت ما قلت لكم، شي السكر كلاصي اللي زدتو الاولاني مع الجبن الاولاني. وها هي الكريمه ديالنا كما كتشوفوا واجده. صافي دابا قطعت الكيكه ديالي، قطعتها ثلاثه قطعتها، وهذا عملت له سيرو باش كان في الزقم. سيرو عادي هي السكر والماء وفاني، وخليتهم حتى يغلو مزيان وصافي، وخليتهم يبردوا وعملتهم ديك الرضومه، وغادي نبقى نهديك بهم صافي. وكنعمرو الكريمه ديالنا. انا قلت لكم هاد الشخص هذا قال خصو هي فاني بوحديتو، ما خصو حتى حاجه فيها، سو ما عملت حتى حاجه من داخل ولا والو، عملت له هي فاني ديك كريمه فاني مع الشوكولات مع الشوكولات مع فاني مع شنو اسمه مع كريمه مع ديك الجبن كريمي، كيجي لذيذه بزاف، جات لذيذه بزاف كريمه وصافي. وغادي نبقى ماشا على الطبقات ديالي كاملين حتى كنسالي الطبقات كاملين، وكنغطيها من الجوانب وكل شيء وصافي.
كتجي سهله في الحقيقه ماشي صعيبه. كريمه كتجي غزاله بزاف بزاف، الجبن مع كريمه مع فاني كتجي غزاله بزاف، وجات كما كتشوفوها كتسدها سهله وما كتعذبش، كتجي شبره راسها صافي. دابا غادي نكمل على، انا عملت لها هاد الشراطي هيدا من فوقي وصافي. في الاخر مره يبقى لنا هي التزيين ديالها وصافي. صافي انا عملتي هاد النجمه هيدا زوقتها دورت عليها كامله، يعني التزيين كيبقى اختياري طبعا، كل واحد كيعمل اللي بغيتي يعني التزيين كيما بغيتي تينا كيما قالت لك انا. انا عملت التزيين زعما بسيط وصافي ماشي شي حاجه وصافي. ديك الكريمه اللي بقات لي غادي نكوز عليها الحاشيه كامله وصافي. وغادي نزين هيدا بهاد الفراوله. سمحوا لي انا صحابلي سجلت فيديو كنقطع هاد الفراوله هيدا بحال الورد وهو ما تسجلليش، سمحوا لي تنشينها ان شاء الله نوريكم. وما كاينين فيديوز ديالها زعما في اليوتيوب، ما كاينش ما كاينينش كيفاش تقطع الفراوله هيدا بحال الورده، كتجي غزاله الديكور ديالها وصافي. وغادي نزين بهم هيدا على ندور عليها كامله، وفي الوسط غادي نعمل العنب وغادي نعمل لهم واحد الرشاد سكر كلاصي وصافي عادي. العنب عندي هنايا، انا كنت غادي نعمل لها في حقيقه التوت ولكن ما جبرتوش ملي مشيت للسوبر ماركت، ما جبرتوش في السوبر ماركت وخديت العنب وصافي. وهادي نزيد نعمل واحد شويه ديك الكريمه في في الجناب د الطرطه، ديك المربع اللي كتنزل عليه الطرطه. غادي نعمل شويه كريمه تما وغادي نعمل حبه الفراوله على اربع الجهات. وصافي ها هي الكيكه ديالنا، الطرطه ديالنا موجوده، طرطه الفانيلا سهله بزاف ولذيذه وصافي. هذا الفيديو ديالنا اليوم، شكرا بزاف على المتابعه وشكرا بزاف على الدعم ديالكم وشكرا بزاف بزاف على التعاليق اللي كتخليو لي، شكرا بزاف. وكنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وشكرا بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.